أعرب عدد من الجماهير المصرية عن سعادتهم لحضور النجم البرازيلي رونالدينيو إلى مصر برفقة الإيرلندي روبي كان نجم توتنهام السابق. من جهته قال أحمد حسام ميدو أن رونالدينيو هو أفضل من لمس الكرة، وأشاد ميدو بروبي كان مؤكدا أنه من أحسن من لعب بجواره. أنهى حكم مباراة ضمن الدوري الأرجنتيني للسيدات لقاء بين فريقا يونيفرستاريو ولبرتاد بعد نشوب عراق قوي أثناء المباراة نقلت على إثره 4 لاعبات إلى المستشفى. كانت مدربة فريق لبرتاد اعترضت بشدة على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد فريقها، ما أدى إلى شحن الأجواء بين لاعبات الفريقين. خبر حزين أعلنه الأطباء الفرنسيين المعالجين للفنان جميل راتب قد يصدم جمهوره بعد أن كشف عن خسارته لصوته واحتياجه لجراحة معقدة يصعب تنفيذها. وأعلن الأطباء الفرنسيون أن صاحب 91 عاما فقد صوته المميز للأبد، وأنه يحتاج لجراحة معقدة يصعب تنفيذها بسبب حالته الصحية وعمره المتقدم. كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة جوجل الأمريكية ستسمح في تقنية متوقعة لها بتجسس مديرك على أمورك الخاصة، وتسمح تلك التقنية وفقا لبراءة الاختراع الجديدة بتقديم جوجل معلومات مفصلة عن استخدامات مستخدميها للإنترنت والرسائل التي يتبادلونها وحتى مقاطع الفيديو التي يشاهدونها وعلاقاتها بالعمل إلى المديرين والمسؤولين عن المؤسسات. مريم فردوس أول مغامرة سعودية تغوص في مياه القطب الشمالي المتجمدة بعدما درست مريم في كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز في